برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب في صاحب القيمة الجميلة دي. اصداراته كتير، بس انا ليه متوقفة امام ده؟ عشان التوقيت، عشان التوقيت والتحليل والرصد لكل اللي بيحصل. خليني ارحب بالمفكر الاستاذ نبيل عبد الفتاح. اهلا وسهلا يا استاذ، اهلا بيك. بشكرك كمواطن مصري على ربنا الشغل يخليكي، الرائع ده بجد. كرم منك يعني. لا والله شيء عظيم، احنا في حاجة ليه. وفصول الكتاب في غاية الأهمية أيضا. بس خليني أبدأ مع أستاذ نبيل، أنه طبعا من طوفان الأقصى جت لك الفكرة. طبعا جت لك الفكرة، وفي جزء منها طبعا مرتبط بمتابعة الدقيقة للقضية الفلسطينية، وأيضا السياسات الإسرائيلية، سواء السياسات على الصعيد الإقليمي أو على صعيد السياسة الخارجية. والأهم في الحقيقة، وده لابد من التنبيه له، ضرورة متابعة تطورات المجتمع الإسرائيلي، التركيبات الحزبية، عملية صناعة القرار، العلاقة بين المؤسسة العسكرية وبين الطبقة السياسية، والتداخل بينهم. دي مسائل مهمة جدا، لأنه للأمانة في أعقاب اتفاقية كامب ديفيد، وفي أعقاب الاتجاه للتسوية، بدأ في بعض البلدان العربية اللامبالاة بمتابعة السياسات الإسرائيلية، سواء على بنية المجتمع، تركيبته، أصوله اللي جاية من مصادر مختلفة ومن مجتمعات مختلفة ومن ثقافات مختلفة. طبعا اتنين، التطور في العقيدة الصهيونية للأسوأ، مش كده؟ نعم. ففي تطورات تستحق انه مراكز البحث السياسي والاستراتيجي في العالم العربي انه تتابعها بدقة وبلا توجهات ايديولوجية. بمعنى بتجرد. ايه؟ بتجرد. ليه؟ لان التجرد يتيح لصنع القرار. صحيح. يتيح لي ايضا للجماعة القراء والمثقفين في اي بلد انه يتعرفوا بشكل موضوعي على تطورات المجتمع، عشان تستطيعي التعامل معه، تقدر تبني فكرة بالزبط. صح، فتتعامل بالزبط. صح. وده بيبان حتى كمان يعني بعض المجتمعات، بعض الحكومات العربية عندما بدأت في مفاوضات مع إسرائيل، تطبيع مثلا. هنا وده تقليد عالمي، لا تعتمد فقط على أجهزة صنع القرار الأمنية والاستراتيجية الاستخباراتية إلى آخره. دائما هناك دور لمراكز البحث. طبعا دور كبير جدا، أصيل. يعني مثلا لو خدنا التجارب مثلا في أوروبا الغربية أو حتى في روسيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، شوفي الدور اللي بتلعبه مراكز البحث. أساسي، في دور أساسي، أساسي ومهم جدا. فالقرار مش بتصنعه بس المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا السي اي اي ولا الاف بي اي، طبعا مراكز البحث ده في غاية الأهمية. نعم. احتراما للفكر. أسباب صدمة طوفان الأقصى ايه؟ أسباب عديدة جدا. طبعا نمرة واحد أثبتت أن فكرة الإنسان الإسرائيلي أو أسطورة الإنسان الإسرائيلي الأعلى، اللي هي ذات الجذر الإشكنازي الغربي، وإن هم أكثر ذكاء وعندهم تطور علمي وتكنولوجي لا يمكن التقليل منه، كيف أن الجيل الجديد من المنضمين للمقاومة الفلسطينية من الأجيال الجديدة أيضا تحوز قدرا كبيرا من الذكاء ومن المعرفة ومن الاتصال بالثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، صحيح. وبالتالي العملية تمت بنجاح. كان فيها قدر كبير جدا من صدمة المفاجأة. صدمة المفاجأة دي يعني عندما يصف عديدين داخل التركيبة الحكومية وداخل مجلس الحرب في إسرائيل أن الأزمة وأن هذه الصدمة وجودية، أي نعم وجودية،
هو يستخدم تعبير وجودية بالنسبة للدولة الإسرائيلية والنظام السياسي في إسرائيل والمجتمع، بيستخدمها في الحقيقة بشكل سياسي ودعائي ودبلوماسي تمام لتعبئة الحكومات الغربية. لكن الغربية هي لكن في الحقيقة والرأي العام في الغرب لأن هم علاقتهم والجماعات الضغط اللي موجودة في أمريكا وفي بريطانيا وفي فرنسا وفي غالب الدول الغربية الداعمة للسياسة الإسرائيلية وللحرب بالإبادة على غزة، في حقيقة الأمر دور هذه جماعات الضغط دور بلغ الخطورة وبلغ التأثير في صناعة القرار. صحيح. بالتالي وفي أجهزة الإعلام التقليدي الغربية فطبعا، لكن في من الناحية الحقيقية بقى والواقعية والفعلية نعم هي أزمة وجودية لأنه هذه الأساطير السياسية التي بنيت حول التطور التقني وحول استعلاء الإنسان الإسرائيلي أنا مش عايز استخدم تعبير يهودي لأن احنا لسنا في معاداة مع الديانة اليهودية نحن في معاداة أو في صراع مع أيديولوجية صهيونية للأسف كانت علمانية على فكرة في نشأتها في البداية دلوقتي متطرفة متدينة ومتطرفة جدا متطرفة. وتقوم بالذات لدى اليمين التوراتي الأسطوري في إسرائيل زي سيموتريتش وزير المالية، زي بن غفير وزير الأمن القومي، زي حتى بعض الأعضاء من اليمين في داخل مجلس الحرب. النزعة دي دي نزعة مبنية على ان هم انتصروا في اكثر من حرب باستثناء حرب 73 اللي قامت بها القوات المسلحة المصرية ببراعة، لكن في ذات الوقت تطورهم العلمي مقارنة بعديد من البلدان العربية هو اكثر تطورا طبعاً. وبالتالي نتيجة طبعا اعتبارات كتيرة جدا مراكز البحث، علاقات مراكز البحث والجامعات الإسرائيلية بنظائرها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وفي جميع الدول الأكثر تقدما في عالمنا. هذه التركيبة الحالية اليمينية المتطرفة هي التي تدعي وعايزة توصل فكرة وحكاية ورواية إنه ده دفاع عن النفس؟ لا بصي أستاذة عزة، مفهوم الدفاع عن النفس لو كانت هناك دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت بعد عدوان 5 يونيو 67 تمام، لكن فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية هي لا تزال محتلة فإذا لا مجال من وجهة نظر القانون الدولي للحديث عن أن ذلك دفاع عن النفس. ما اليمين المتطرف لا يمكن للمحتل اليمين المتطرف بيروج لهذه يروج الفكرة، عشان كده بقول لحد إنما على صعيد فقه القانون الدولي العام على صعيد القرار 242 لا زال هذا القرار فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة لم ينفذ تماما حتى بعد أوسلو. بعد أوسلو تلكؤ شديد مماطلة غير عادية بل واستثنائية في محاولة تحريك الأوضاع في الضفة وقطاع غزة. الضفة الغربية أصبحت عبارة عن بؤر احتلالية للمستعمرات. يعني على سبيل المثال لسه تصريح قايله بن غفير قالوا سيموتريتش سيموتريتش اللي هو وزير المالية المتطرف ده بيقول لا طبعا هو عايز يطرد الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية بيطالب لأنه هناك ثلاث دول منها النرويج النرويج استضافت المفاوضات الخاصة اللي كانت سرية لكن كنا نعلم بها بين ميم تهفه منظمة التحرير الفلسطينية وبين الحكومة الإسرائيلية اللي انتهت بالتوقيع على اتفاقية أوسلو مع عرفات. الأسبوع الجاي يوم 28 هتعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أيرلندا وأسبانيا. طبعا ده قد تبدي الحكومة الإسرائيلية وبعض السياسيين الإسرائيليين بعضهم من الغضب ده أكيد، لكن في ذات الوقت ده معناه
أن حرب الإبادة وانتهاك قانوني الحرب والقانون الدولي الإنساني اتفاقية جنيف الرابعة للأسف الشديد انتهاك لم تشهده لا قواعد قانون الحرب ولا اتفاقية جنيف الرابعة لا هي القانون الدولي الإنساني. شوفي 75% من مجمل المباني الخاصة والعامة دمرت تماما أكثر من 75% ما يقرب من 36,000 شهيد أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين حرب تجويع أكثر من دخلنا على 78,000 ما يقرب من 78,000 جريح في أقرب دي الأرقام الرسمية كمان يا أستاذ نبيل يعني وارد طبعًا. جدا الأرقام تبقى شوفي حجم ده غير يعني اللي تحت الأنقاض طبعا تجويع مية دواء منع كل حاجة تدمير النظام الصحي الإسرائيلي الاعتداء حتى وده محرم في القانون الدولي الإنساني اتفاقية جنيف الرابعة مراكز العبادة سواء كنائس أو سواء مساجد تدمير الجامعات والمدارس إن يعني حالة هوسية في عدوانها الوحشي على قطاع غزة حتى الإبادة حروب الإبادة والجينوسايد التطهير العرقي اللي تمت في رواندا مش بالمستوى ده حتى ما كان يتم في من المكون الأبيض في جنوب أفريقيا لم يكن على هذا المستوى وكان النضال الوطني في جنوب أفريقيا للأهالي الأصليين كان نضالا سلاميا قاده الزعيم الكبير بن بيلا بن بيلا عندنا في الجزائر فأقصد أنه مانديلا أقصد أنه هذه المشاهد الوحشية للإبادة لم نشهد لها مثيلا في الحالات التي يقارن البعض بها زي ما تم في جنوب أفريقيا شايف ازاي انه العالم معمي عن هذا العالم مش عالم واحد ولا الدول دولة واحدة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا على سبيل المثال او في كندا او في بريطانيا طبعا اللي هي اساس المشكلة انت امام المؤسسات الرسمية وأيضا أمام جماعات الضغط في الكونجرس وأيضا التأثير ده حتى كمان على مؤسسات الدولة القومية زي المؤسسات العسكرية زي المؤسسات الاستخباراتية والأمنية ومختلفة عن الجزء الشعبي الجزء الشعبي احتجاجات الشعبية طبعا الثقافة والصور النمطية التي تشكلت عبر عقود في الولايات المتحدة الأمريكية وفي غيرها من البلدان بعضها له ظل ديني في المسيحية الصهيونية عند البروتستانت ومنهم الرئيس بايدن ده بيقولك أنا لم أكن صهيوني وأنا صهيوني بالظبط ليه؟ لأنه هو من الاتجاه ده من أول رغم أنه هو كاثوليكي مش بروتستانتي يعني مش من الأغلبية اللي موجودة في الولايات المتحدة على الصعيد المذهبي عشان كده العالم عمره ما هيشوف بالظبط لكن بقى ايه مال جديد الشعوب مش عايز اعمم بعض من الاجيال الجديده اللي هي جيل زد وجيل الفا الجيل ده حتى في الجامعات العريقه ذات التاثير لان ده بيطلع منها النخب يعني النخب الامريكيه بتطلع من MIT هارفرد بتطلع من يالي يونيفرستي بتطلع من كولومبيا يونيفرستي في جامعات كاليفورنيا بيركلي كل الجامعات دي جامعات نخب في العالم صحيح فبالتالي فالطلبة اللي بيبقى فيه اللي هم أبناء الثورة الرقمية دول لم يعتمد فقط على التصريحات الرسمية اللي بتقوله الصحافة والإعلام التقليدي هيغيروا في المعادلة تقديرك في المستقبل مع الوقت مع الوقت طبعا مع الوقت مع الوقت طبعا مفيش كلام ودلوقتي
على خلاف ما تم بعد ثورة الطلبة 68. طبعا ثورة الطلبة 68 بدأت ايه؟ حرب فيتنام. فبدأ بعض الاحتجاجات لمقتل العديد من الجنود الامريكيين في فيتنام. طبعا كان في العم هوشام هنا وفي الجنرال جياب وفي المواطن الفيتنامي العادي الذي يسقط الطائرة بمدفع على كتفه من مزرعة. نعم. فالقصة الفيتنامية قصة قصة كفاح وطني رفيعة المستوى زي أيضا الجزائر. اسمح لي لأنه كتاب حضرتك في غاية الأهمية فلفت نظر كتير من الكتاب ومن الصحفيين، كتب عنه مجموعة من المقالات، خليني أتوقف أمامها وخليني تدوين سردية البطولة والإبادة في غزة. مقال في غاية الأهمية كان في الشروق للأستاذ إيهاب الملاح. الأستاذ إيهاب معنا. أهلا وسهلا أستاذ إيهاب. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ عزة. أهلا وسهلا بحضرتك. جميل. أهلا بيك. إيه أهم ما لفت نظر حضرتك غير أنه هذا التوقيت في كتاب الأستاذ نبيل فكتبت عنه هذا المقال؟ هو الحقيقة ليس هذا الكتاب فقط، إنما كل ما يكتبه الدكتور نبيل، لأنه قلة الآن على الساحة الفكرية والثقافية التي تستطيع أن تقارب ما يحدث حولنا في العالم أو على الساحة المصرية أو العربية أو الإقليمية. نعم. أولا بهذا العمق الشديد الذي يتجاوز السطحي ويتجاوز العابر إلى التحليل العميق اللي بيحاول يربط الظواهر بجذورها. يعني مش من السهل إن احنا نرصد حدث ضخم زي اللي بيحصل في غزة من 7 أكتوبر إلى وقتنا هذا. نعم. بعد غربلته من هنقول السيولة الشديدة فيه. ماذا حدث؟ ما الذي جرى؟ كيف يمكن أن نربط ما حدث بجذوره التاريخية في فعل المقاومة على الأرض ومواجهة الاحتلال؟ ما الذي يمكن أن نتنبأ به أو نستشرفه عقب هذه الأحداث للأجيال القادمة؟ نعم. ما بعد إن كانت نتيجة ما يحدث. نعم. أنا أعتقد أنه محاولة الإجابة عن كل هذه الأسئلة ما كان لها أن يعني يجاب عنها أو تطرح لها سردية إلا من خلال خبرة كبيرة جدا 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 زي خبرة أستاذ نبيل، زي الأدوات الإجرائية والرؤية المنهجية التحليلية. نحن نفتقد إلى هذه الرؤية الكلية. يعني القصة ليست أننا نسرد ما حدث، إنما نحاول أن نفهمه أولا ونقرأه بشكل مختلف. صحيح. بالضبط. ونطرح له رؤية تفسيرية ثم بناء على هذا يمكن أن ننظر أو نرى ما الذي يمكن أن يحدث في المستقبل القريب أو على المدى المتوسط أو البعيد. تمام. بشكرك فندم. شكرا جزيلا أستاذ إيهاب الملاح. بشكرك. شكرا جزيلا. اسمح لي أطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل. يلا نطلع فاصل. برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيفي اللي متشرفه بوجوده معنا النهارده، المفكر الكبير استاذ نبيل عبد الفتاح. برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. كنا بنتكلم على تركيبه الاحتجاجات الطلابيه بتاعه الشعوب اللي دلوقتي الرقمنه والسوشيال ميديا والجو ده كله بقى مؤثر وبقى موثق، هم نفسهم وثقوا حاجات بايديهم. وهذه الاحتجاجات، ايه الفرق بقى بين اللي حصل ثورة الطلاب 68 وبين الاحتجاجات دي اللي بتحصل دلوقتي؟ ثورة 68 الاحتجاجات بدأت في كاليفورنيا بيركلي وفيال، ثم انتقلت إلى الجامعة بتاعتي يعني اللي أنا كنت فيها السوربون في فرنسا. فالسبب هناك في 68 كان في الولايات المتحدة الأمريكية الاحتجاج على حرب فيتنام اللي امريكا طرف مباشر فيها، جنودها هناك. تمام. وبالتالي في ضحايا قتلى، لانه طبعا دوله امبريالية. لما راح فرنسا، انتقل ده لفرنسا، كان احتجاجات جيليه بقى، جيل جديد. القيم اللي كانت موجوده ما قبل 68 فيها قيم محافظه، فيها سطوه اجيال على الجيل ده. فحصل انفجار جيلي تماما. وحتى في التعليم، يعني مثلا في جامعة السوربون
حتى بعد واحنا بندرس هناك نقدر نتكلم مع الدكتور زي ما الطالب الامريكي بيتكلم مع نيفر خالص طبعا. على طول لازما مسيو البروفيسور أيوه. وتتعاملي معاه كانه احنا في الازهر زمان خطيس. أيوه. ده باريس انما اتغير النظام التعليمي ده اللي اتغير ادى الى انشاء السوربون من 1 لـ3 الى جامعات لحد 8 نانتير اللي كان فيها ميشيل فوكو وفيها جيل ديلوز وفيها الفلاسفه الكبار دول بقى فلاسفه كبار قوي ايه دلوقتي في امريكا التغير اللي حصل مع جيل زد وجيل الفا انه دلوقتي ده جيل الرقمنه يعني مش مصدر واحد بيعتمد عليه الاعتماد التقليدي التلفزيون القنوات الامريكيه مقالات الخبر نيويورك تايمز الواشنطن بوست لو عايز يشوفها هيشوفها على الايميل أيوه. او على الموقع بتاعها ايوه اصبح الان اللي انا بسميته في الكتاب ال 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 حكايه ال ال القراءات الومضه ايوه السريعه ايوه الريلز السرديات المرئيه انه الدنيا اللي بيحصل من مجازر أيوة. في قطاع غزه ده على طول على على طول على التليفون عشان كده الاسرائيليين منعوا اكتر من مره ها اوقفوا الانترنت ايوه اوقفوا الوكالات بالظبط اصبح الدنيا دلوقتي قدام الناس ده ما كانش موجود في 68 كان ده لازم هنشوفه في اما في فوكس نيوز او في غيرها من او في التلفزيون الفرنساوي القنوات الرئيسيه عشان تقدري تعرفي ايه او انت تقري دعبس بقى ودور بقى دلوقتي كل الامور من الممكن الوصول اليها في يسر شديد اذا ما تشككت في خبر ما او في ده هيفرق في اللي جاي في طبعا في المستقبل هيبقى فيه قدر كبير من التأثير العالم داخل على فكرة أصل المنطقة بتاعت الشرق الأوسط دي يعني في حالة من الايه اللي تقدر تسميها حالة من النوم التاريخي إذا جاز التعبير وأقصد ده ايه احنا لسه في قضايا بتاعت زمان وحتى في فجوة دلوقتي بين النخب اللي موجودة في العالم العربي وبين الاتجاهات الموجودة عند الشباب ليه بقى؟ لأنه ده مش مدروس لازم تدرسه عشان أنا كجامعات فما تعملش حسابه ما بيتعملش حسابه فطبعا ده عامل فجوة فبالتالي أنا بعتقد أنه على مستوى الغربي وبالذات الجامعات المهمة دي جامعات النخب يعني لا مش هيعتمد فقط على وخلي بالك في قدر ما من الحرية الأكاديمية بصرف النظر عن عملته مدام مينوش ايه ها صحيح ذات الأصول المصرية بس يعني أصول مصرية ايه ده مش بقى عندها 4 سنين فهي ست ايه بريطانية أمريكية بما انك درست في فبالتالي هذه الجامعات العظيمة انا بتصور ان كتابك ده هيسمع عندهم لانه واتمنى انه تدخل في مناظرة لانهم جزء من الاعلام الغربي والله يعني انا كلمني صديقي وزميلي جيل كيبال اللي هو استاذ علاقات دولية في باريس في معهد علاقات دولية في باريس واستاذ طبعا متخصص في الدراسات الشرقية ومن الخبراء الباريزين سواء اتفقتي او اختلفتي معاه في رؤيته النظر ده مثلا بس ده عامل كتاب وطلع في فرنسا عكس وبيترجم كتابك تماما في اختلافات طبعا في اختلافات وهو حتى افرح انا انت عارف اتبسط انا بالحاجات دي نفس الاثنين اصحاب قال لي لما يترجم للغه العربيه وهيتطبع في بيروت ما نعمل مناظره قلت له ماشي يا ريت فنعمل مناظره طبعا هي طبعا هي القضية بتاعت معادات السامية مين قال ان احنا معادات السامية المحرقة ما شاركش فيها حد من العرب احد الاطباء ده بعض المصريين اللي كانوا موجودين في المانيا متزوجين من المان كانوا بيستضيفوا عندهم في البيت اسر المانية يهودية لحمايتهم من النزعة نزعة التطهير العرقي دي والمحرقة اللي عملها نظام نازي زي نظام هتلر ودي عاملة
حالة من كأنه في نوع من الإثم التاريخي. غصة لدى السياسيين الألمان. يا عم احنا يا سيدي الفاضل لسنا طرف في هذه المحرقة. اليهود المصريين واليهود الشرقيين وبما فيهم ناس من الأشكناز كمان مش السفارديم عاشوا بيننا. وكان في قضاء القضاء الأحوال الشخصية. كان إما بالمذهبين الأساسيين اللي موجودين لدى اليهود المصريين، نفس الوضع اللي كان في لدى اليهود المغاربة، بصرف النظر عن بعضهم عندما هاجر إلى إسرائيل وأصبحوا جزء من السياسة الإسرائيلية وجزء من التركيبة السياسية الإسرائيلية، بقوا أكثر تطرفا. صحيح. وبعضهم وصل إلى مواقع الوزارة ورئيس وزراء. نسبة التطرف، نعم، وده برضو حضرتك رصده بشكل كويس وشايف انه مهم الاهتمام بيه، لانه هيبقى فارض نفسه في المعادلة الفترة اللي جاية. كنت بتكلم على حماس وعلى المقاومة، بتكلم عن فتح، بتكلم عن المواطن الفلسطيني بشكل عام والتركيبة اليمينية المتطرفة لدى العدو الصهيوني. ما بعد الحرب شايف ما بعد الحرب طبعا ايه الاتجاه ده، الاتجاه اليمين المتطرف، وبالتالي اتجاه قبل اليمين المتطرف اطلق اليمين المتطرف واليمين الثوراتي المتطرف، زي نقف عند الثوراتي المتطرف. خليني ارحب لانه ما قال ايضا في غايه الاهميه في مصر اليوم العقاب الجماعي والمقاومه للدكتور عصام عبد الفتاح. دكتور عصام مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور عصام. اهلا بحضرتك واهلا بالاستاذ نبيل عبد الفتاح. مشرفني، انا متشرفه بيه النهارده والله يا دكتور عصام. قل لي توقفت امام ايه في كتاب الاستاذ نبيل؟ الحقيقة أنا قرأت هذا الكتاب وهو يستحق قراءة أخرى، لأن ما أعجبني فيه هو أنه أمسك بالعلاقة الجدلية ما بين المقاومة والحرية. ونحن نعلم أن المقاومة تشير بالذات يعني بشكل رئيسي إلى المقاومة الفلسطينية، لكن الأستاذ نبيل عبد الفتاح لم يقتصر عليها وإنما توغل فيها. وما أعجبني طبعا وهذا ما يميز فردية الأستاذ نبيل عبد الفتاح بالنسبة لبقية التحليلات الأخرى التي حكمت فيها نزاعات إيديولوجية مختلفة، هو أنه آثر أن ينتهج المنهج العلمي. نحن بنسميه في الفلسفة المنهج الظاهراتي، أن يضع الظاهرة بين قوسين ثم يحلل كل جزيء فيها. وما أعجبني أيضا أنه كشف عن تلك العلاقة ما بين المقاومة الصامدة لفلسطين، للشعب الفلسطيني، والتي طبعا يدور حولها السؤال، وأظن أن هذا السؤال يساور عقل كل الجميع والعالم العربي بالذات، ما هي مآلات المقاومة؟ إلى كيف ستنتهي هذه المقاومة ونحن أمام شعب يكافح منذ سنوات عديدة وأمام أشرس استعمار على الفتح البشرية؟ ولماذا لا يستطيع أن يتغلب على هذا المستعمر؟ طبعا الأستاذ نبيل عبد الفتاح هنا استخدم عبارة موحية جدا، وهي أن العالم العربي يهيمن عليه جغرافيا الهزيمة. إزاي جغرافيا الهزيمة؟ لأن هذه الجغرافيا تكشف عنها في أننا لو قمنا بتحليل الواقع الإسرائيلي نجد نعم هناك يمين متطرف، ولكن نجد برلمانا مثلا فيه حريات وفيه ديمقراطية وأيضا أنظمة تعليمية ومعرفية متفوقة. وننظر إلى العالم العربي الذي يعاني حتى الآن من صراعات لا تنتهي، صراعات ضد الإرهاب وما إلى ذلك. طبعا كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير، وأهم شيء أعتقد أنه أشار إليه الأستاذ نبيل عبد الفتاح هو هيمنة العقل النقلي على العقل الإبداعي. العقل الإبداعي تجديه في إسرائيل، أما العقل النقلي لا زال هناك يهيمن على الذهنية في العالم العربي. صحيح. وأظن وهو نبيل الأستاذ نبيل عبد الفتاح هو يأمل في أنه الجيل القادم، الجيل اللي هو العقل الرقمي. صحيح. الجيل الجديد، وقد رأينا أن الجيل القادم يراهن عليه. وهذا ما عجبني في هذا الكتاب. شكرك دكتور عصام عبد الفتاح، شكرك فندم، شكرا جزيلا. برجع لك أستاذ نبيل، وكنت بتقول، كنت بقول لحضرتك ما بعد الحرب، و يعني التالي للحرب ايه؟ كنت بتقولي انه الفكر اليميني المتطرف والثوراتي المتطرف هيعمل ايه؟ شوفي الصدمة اللي حصلت في 7 اكتوبر
والردود الإسرائيلية والحرب الإبادة اللي قاموا بها يبدو أنها أحدثت ارتباكا شديدا في العقل السياسي الإسرائيلي لمكونات الحكومة الإسرائيلية. فالسيد نتنياهو ليس لديه لم تكن لديه تصورات إيه الأهداف؟ اتنين ما بعد الحرب يعني مع افتراض انه استطاع ان يصل الى رفح اي واستطاع حتى تصفية تنظيم حماس والجهاد الاسلامي والشعبية مش حماس لوحدها على فكرة نعم ما الذي سوف يفعله؟ ظل هذا الامر ضبابيا حتى ان الادارة الامريكية والاجهزة طب هتعمل ايه؟ كان السؤال غامضا. أطراف في مكونات الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب بعد بدء العمليات طيب هنعمل إيه بعد كده؟ ما هو المقصود بذلك؟ أيوة في ظل افتراضية إن هو استطاع يصل لرفح ويصفي حماس والأربع كتائب اللي هو بيتكلم عنها طيب تعمل إيه؟ أول حاجة قال لك هنعمل خط بين المناطق او منطقة غلاف غزة وما بين القطاع بكذا كيلو متر تبقى منطقة فراغ اول مرة بعد كده قال لا ده احنا الادارة هتكون ادارة عسكرية دون حساب لمآلات ده او لاثر ده لانه هو متصور انه حماس دي مجرد منظمة يصفها هو ويصفها الآخرين بالإرهاب يتصفها الجهات المنصفة ونحن بأنها مقاومة مشروعة لأنهم أرض محتلة. الموضوع ليس فقط حماس ليس مجرد تنظيم حماس فكرة وفكرة لها جذورها في مجتمع تقليدي هو المجتمع الغزاوي اللي قايم على فكرة العائلة الممتدة اللي قايم على فكرة العشيرة فالقيم التي تسود في هذا هي قيم اجتماعية تقليدية مرتبطة بقيم دينية مثلا مجرد النظرة للأطفال حديثهم باللغة العربية الفصيحة على سبيل المثال إلى آخره. فإذا هناك غموض في الرؤية ما بعد اليوم التالي هو الآن بيقول لك لا نعمل طيب تراجع عن ده وبدأ الكلام تحت ربما بعد في الجزء منهم في علاقتهم بالإدارة الأمريكية وأجهزتها يقول لك طيب نجيب بعض الدول زي الاقتراح الأمريكي بعض الدول العربية ترسل جنود لإدارة القطاع طبعا ده هيعمل مشكلة بالنسبة للدول العربية المقترحة في هذا الصدد مشكلتها مشكلات داخلية ايضا مشكلتها مع المجتمع الفلسطيني طبعا عديد من الدول ومصر رفضت في ده على اساس انه لا ينظر لمصر على انها كأنها محتلة طبعا ده مرفوض النقطة الثانية فبكلام عن ان مصر طلبت بانه يبقى في قوات دولية يبقى في قوات دولية هي اللي تدير في إطار خطة زمنية لدولة فلسطينية لحين انتخابات لدولة فلسطينية مستقلة لأنه ده هو المسار طبعا مفهوم الدولة الفلسطينية المستقلة من منظور الأمريكي اللي هو بيرفضه اليمين الإسرائيلي وبترفضه مكونات الطبقة السياسية الإسرائيلية بيقوم على فكرة إيه دولة غير قابلة للحياة يعني ايه تقول لي ان انت ده بقيت دولة مستقلة وانا ما عنديش مقاومات دولة مستقلة صحيح. حتى ولو كان في ضمانات امنية لاسرائيل لانه انا امام دولة محتلة منذ عدوان يونيو 67 5 يونيو 67 ولا زال هذا احتلال مستمر طب المستوطنات هنعمل فيها ايه طب هل تبقى في دولة قابلة للحياة ولسه ده لسه سيموتوريتش بيطالب ب
ردا على الثلاث دول اللي هتعلن الثلاث الجاي الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، بيطالب بان 10,000 وحدة استيطانية ردا على ده. طبعا هذا كلام يدل على لا مبالاة وصلف في التعامل مع المجتمع الدولي وانتهاك فادح لأحكام القانون الدولي العام وفاجر قانون الحرب وفي قدر ما من الوحشية والفجاجة والوحشية واللا مبالاة. ايوه، وده اسقط اي وجه اخلاقي سواء له للطبقة السياسية الإسرائيلية وللدولة وايضا للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والمجموعة يا هريب مساندة لإسرائيل. بشكرك أستاذ نبيل على هذا الكتاب العظيم، بشكرك على وجودك معايا النهاردة، تشرفت بيك. تشرفت بيك جدا. شكرك فكر أستاذ نبيل عبد الفتاح وكتابه العظيم. بشكر حضراتكم، أشوفكم السبت على خير مع تحياتي عز مصطفى، وإلى اللقاء.